ابو عبد العزيز الله يحفظك ويخالف عليك ويرد ان شاء الله دراهمك. اليوم طريقه السرقه شلون؟ بس نعم لقيته بس نعم. ايه قال ارفع الشاشه، رفعت الشاشه طلع لي اللي هو دعايه لوشو دعايه بيرين 55% تمام، وطلع لي واتساب. ايه كتبت له سلمت كتبي كذا كرتون يتشكر وعندنا مقاسات كذا وطلبت، ارسل لي هلا تشوف وكود خصم 50%. مضبوط اللي هو بعد ايه هذا هرج انا وياه. هو مرسلك الشعار ها؟ اي شعار بريد. ايوه عطانا الشعار ذا وقلت سدد 25 ريال والشغل وتاكيد طلب الموقع. بس 25 ريال؟ ايوه ضغطت هذا الموقع. شوف تمام اطلب. حاطين مساجد منازل متاجر، اخذت منازل. سويت الطلب اللي ابي الاعداد. مضبوط. زين سلته هذه شوف هذه السله طبعا حطيت ابي لتر ونص انا عدد خمسه وذي 20 حطيت هذا مبلغهن وحطيت الكود. مضبوط. طلع المبلغ هذا هو التالي. عبيت بياناتي من يوم قلت التالي باين ان الرصيد صفر. لا 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 توك. ايه والتالي طبعا لازم اعبيهن. عبيت لوني جوال والاسم والعنوان وين ونوع الطلب والوقت المناسب للتوصيل. التالي عاد يجيك صفحه اللي به مدى فيزا وذولي. ضغطت مدى اضغط فيزا ما تمشي. تمام مدى ايه حطيت بياناتي يطلب كود تفعيل. ايه مضبوط كود تفعيل ابطا قاعد له بيانات وشو رقم بطاقه رقم بطاقه لا لا إيه؟ رقم بطاقة ورقم السر اللي ورا الأمام. إيه أيوه. عبد عبة. السلام عليكم. عبة أبطأ رمز التفعيل. جاء رمز التفعيل وحطه قلت تم رفض البطاقة. وأجي أجرب البطاقة الثانية نفسه. وأرسل له قلت له كذا وكذا وتم رفض البطاقة. قال لي أي بنك؟ قلت الراجحي. أنا قلت الراجحي. بدأ السحب. 10,000 كم محط؟ محط من 50,000 لبطاقة الثانية 2,500. الله يعوضك والله. لكن الحمد لله. معوض.